بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، ومع درس جديد من دروس شرح لغة ورش من طريق الشاطبية. وقفنا عند قوله تعالى: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. يا إبليس، مد منفصل في الإشباع. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. لم أكن، نقل حركة اللمزة إلى الساكن قبلها، من صلصال، لا تغليظ في اللام. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأنظرني مد منفصل في الإشباع ولا فتح في الياء. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال: رب، نقف بباء ساكنة بدون ياء فقط، اختبارا أو اضطرارا. بما أغويتني مد منفصل في الإشباع. في الأرض، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. لأغوينهم أجمعين، صلت من الجامع من قبيل، المد منفصل في الإشباع. إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم. مستقيم إن عبادي، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها حال الوصل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. سلطان إلا، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. إلا من اتبعك، نبتدي بكسر الهمزة، اتبعك من الغاوين فقط اختبارا. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، سرت ميم الجمع وهو من قبيل المد المنفصل في الإشباع. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إن مقسوم إن المتقين، نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. إن المتقين في جنات وعيون. وعيون ندخلها، نقرأ بضم التنوين إذا وصلنا، ونبتدئ بضم الهمزة أدخلوها، لأن ثلاثة الفعل مضموم. أدخلها بالسلام نامنين، بالسلام نامنين، بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة. آمنين فيها عارض السكون كذلك، على القصر في البدل ثلاثة العارض السكون، وعلى التوسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض للسكون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ما في صدورهم، ننتبه إلى الدال حتى لا تصبح ضادة. من غل إخوانا، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. عبادي أني أنا، قرأ نافع بفتح الياء في عبادية وإني معا. وأن عذابي هو العذاب الأليم. الأليم، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. طبعا إبراهيم اسم أعجمي لا ترقيق في رائه. هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.